أهلا وسهلا فيكم في حياة رجنسي في مدينة العقبة بجزيرة آيلا. إحنا بمطعم الأوليف تري اللي هو المطعم الرئيسي بحياة رجنسي، اللي هو المطعم اللي بقدم فيه الوجبات الثلاثة، اللي هي وجبة الفطور ووجبة الغداء ووجبة العشاء لكل زوارنا وزبائننا النزلاء اللي بينزلوا عنا بالأوتيل. مطعم الأوليف تري سميناه بهالاسم بشجرة الزيتون، وين ما اجت البلاد لأكبر إنتاج للزيتون وزيت الزيتون، وإحنا أكثر طبخنا وتقديمنا بالمطعم هاد بزيت الزيتون صحي، بالزيتون بلدي، الزيتون الأردني، الزيتون الإسباني، إسبانيا مشهورة بالزيتون وبالزيت الزيتون، من إسبانيا الزيتون راح على إيطاليا، من إيطاليا على اليونان والبلاد اللي بتشمل الليفانتين زي اليونان، تركيا، للبنان وبالأردن. زي ما انتم شايفين الليلة عنا اليوم لبناني، اليوم لبناني منطلع فيه المازات المرتبة اللبنانية زي الحمص، البابا غنوج، المحمرة، سلطة البطاطا، سلطة الكبة، السلطة الناعمة وغير السلطات الغربية، سلطة الفتوش اللي بتتسوى عنا ألمينت، والورق عنب المشهور اليالنجي اللبناني. وعنا منيجي لهون في أنواع الشوربة، شوربة العدس مع الكروتون والليمون والمشاوي المشكلة، وعنا المجدرة يعني أكلة بسيطة من العدس وبتقدم معها البصل المقلي واللبن، وعنا ضلعة الخروف اللي بتنطبخ على نار هادي بزيت الزيتون بالخضرة، وعنا هناك كل أنواع المعجنات من الكبة والسمبوسك. بعد العشاء في عنا كتير حلو، فعنا الحلويات الشرقية والحلويات الغربية من أصابع زينة، عيش السرايا، الكنافة، النمورة، نأخذ كل الرغبات لكل زبايننا يتمتعوا بالعشاء تبعهم وينهوا بالحلو اللي كتير كتير زاكي عنا ومتنوع كامل. هلأ بالمطعم الإيطالي كاسكيت، المطعم الإيطالي اللي بيطلع على المارينا وبيطلع على البرك. بنقدم هنا السلطات الإيطالية من مناطق مختلفة، من روم لنابولي لتوسكانا لفينيسا، وبنقدم البيتزا والباستايات بجميع أنواعها. احنا هلا كمان بالفيستا لاونج، الفيستا لاونج اللي هو ردهة الاوتيل، بتيجي مكانها من مدخل الاوتيل على الجهة الشمال، وين الناس بتقدر بعد الاستقبال تيجي تقعد تاخذ الدرينك، القهوة، الشاي، الكوكتيلات. هذا المكان بيفتح صيف شتاء، عندنا ترس قعدته كثير بتيجي حلوة على المارينا. وبنفس الوقت عنا القعدة الترس اللي هي أحلى قعدة بالفيو تبع المارينا اللي بيطل على إطلالة البرك تبع الأوتيل مع البحر. أهلا وسهلا فيكم بحياة رجنس العقبة.